السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كما كتعرفوا جميع، اليوم الاثنين استئناف عملية الهدم بمدينة تمارة وبالضبط بدوار أهل الحارث ودوار بن ناصر. العدد اللي تم الهدم دياله اليوم ديال البراريك هو 10 ديال البراكات اللي رابوا اليوم. الناس كان عندهم واحد التساؤل، علاش غير 10 اللي رابوا اليوم ولا 9؟ كنقولوا لهم باللي كان اشكال في بعض الوثائق اللي كان خاصها توجد عند النوطيرة، والامور الحمد لله راه غاده، الامور راه غاده في عملية الهدم، غادي يعني في اجواء عادية جدا. الناس كتخلص 10 مليون ديالها ولا كتمشي عن طريق الكريدي صافي، والاتصالات راه جاريه. بخصوص الاتصالات المتعلقه بالنوطيره، فراه كتعيط للناس دابا باش يسويوا الوضعيه الماليه والقانونيه باش الامور تمشي مزيان، وكيجيو الاتصال من الملحقه الاداريه الثانيه باش يستعدوا لعمليه الهدم. هذا هو اللي كاين، احتمال كبير انه غدا الثلاثاء ان شاء الله تكون عملية الهدم عدد كبر من اليوم ان شاء الله. الله يسخر الامور. تواصلوا بنا ناس، تواصلوا معنا ناس، انا كاين اللي خلص النص، كاين اللي خلص 3 مليون، كاين اللي خلص 4، كاين اللي خلص 3، كل واحد قدر المستطاع. يعني الناس راهم يعني ارقام مهمة خلصات، سواء الكاش اولا الكريدي. يعني كنقدروا نقولوا منذ انطلاق عملية الهدم والناس اللي مشاو خلصوا سواء بين الكاش والكريدي، نقدروا نقولوا واحد ما يفوق 2 مليار حتى 3 مليار اللي غتقدر تكون دخلات عن طريق الساكنة ديال دور الصفيح. هذا هو اللي كاين هنايا براكة من البرارك اللي رابوا. الامور غادا الحمد لله مزيان. كاين واحد الناس مساكن اللي داخلين في القرعة لحدود اللحظة، وراه ما عندهمش مساكن باش يخلصوا، يا ربي شحال لهم شي باب ديال الخير، شي باب ديال الرزق. هنا دوار الحارث واحد الاشكال كبير، ولازم ما نوصل الصوت ديال مالي ضروري. الناس مساكن عندهم واحد التخوف ولا مسيطر عليهم، هو المسألة ديال مني كتشوف البراكة كتريب هنا، صف كريب من هنا، ولا تخوف من السرقه، من بعض التدخلات ديال بعض الناس اللي ما كيكونوش عارفينهم، مجموعه من الامور. خصوصا مني كيبدا يطيحوا البراري كيولي الناس مساكن عندهم واحد التخوف. كنتمنوا من السلطات المحليه تاخذ هادشي بعين الاعتبار، والله يدير شي فرج، هادشي اللي غادي نقوله، الله يفرجها يا ربي، طلبوا ربي يدير شي تاويل ديال الخير. بالنسبه للحالات ديال الاقصاء ما كرهناش يكون واحد التواصل مع الساكنه ونعرفوا شنو هي المعايير ديال الاقصاء من الاستفاده، ما هي معايير الاقصاء من الاستفاده. اعتقد من ابرز النقاط اللي غتلغي لك الاستفاده هو ان الانسان كيكون غير قاطن في البراكة، ربما داير واحد بريريكا ولا واحد متر على متر، وكما شفنا في بعض الفيديوهات او ما شابه ذلك، كتلقى ما ساكنش في البراكة بشهادة الجيران ديالو كتلقى ما ساكنش. اما كاينين حالات مساكن في وضعية حرجة، كتلقى البيت مع الطواليط مع الكوزينة وضعية كارثية، وساكنين مساكن ومعذبين، والله يفرج عليهم يا ربي، الله يفرج عليهم. كاين الناس اللي ساكنين وكاين واحد الفئه بين قوسين الاخبار في راسكم، الله يدير لي فيها الخير يا ربي، الله يدير لي فيها الخير، والله يفاجئ على الجميع، الله يفاجئ على الجميع. اما بالنسبه للشاب اللي العمر ديالو يتجاوز 30 سنه ودير الباب ديالو بوحده وبراكته بوحده، فلا اعتقد ان هذا معيار الاقصاء من الاستفاده.
بنادم عنده براكتو بوحدو بابو بوحدو، علاش ما غيستافدش مثلا؟ هذا سؤال. المرأة اللي في ظروف خاصة مثلا، ولا الرجل اللي في ظروف خاصة متعلقة بهذا الوباء اللي كاين في العالم، وكنشوفوا الإكراهات والإجراءات اللي تم اتخاذ ديالها وإغلاق الحدود ومجموعة من الأمور، فرا مجموعة من الشكايات موضوعة بالملحقة الإدارية الثانية، في انتظار إن شاء الله، وحنا كلنا ثقة في السيدة القائدة إن شاء الله أن غيتم المعالجة ديالها بشكل جيد، وحتى شي واحد ما يتحرم من الاستفادة إن شاء الله، وتكون الأمور على ما يرام. هادشي اللي كنتمناو يا ربي، نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان. الملف ديال دور الصفيح، اقسم لكم برب الكعبه، الى نهار على نهار كتجينا معلومه جديده، وكنديروا يدينا فوق راسنا، لان الله يكون في العوان، الله يكون في العوان، الله يكون في العوان، الله يدير اللي فيها الخير من عنده. راه شي حوايج ما كيستوعبهمش العقل، ولكن فوق طاقتك لا تلام، فوق طاقتك لا تلام. حنا خوتي من بين الفيديوهات اللي كنشروا لكم، كنحاولوا ما امكن نوعيوا الناس ببعض المعطيات، كنحسوا الناس بشي حويجات اللي قدروا ياخذوهم واللي قدروا ما يضيعوش فيهم، ونقربوهم من شي حويجات نسهلوا عليهم بعض الاجراءات. واي تساؤل فحنا راه الاشاره، يعني كنقولوا باللي عمليه الهدم بمدينه تماره وصلات تقريبا 90 حتى 100 براكه، بين 90 حتى 100، بين 90 حتى 100 براكه. هذه من جهه، من جهه اخرى من ابرز النقاط المهمه هو المساله ديال الاتصالات ديال النوتير والبنكار، كيتصلوا بالناس، الناس اللي غيدخلوا للكريدي باش غادي يخلصوا. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه والرابعه والخامسه واللي كيسولوا عليهم الناس، من بينهم امتى غادي تكون الاتصالات المتعلقه بالناس اللي باقي ما عيطوش لهم بالمره؟ باقي ما كاين حتى شي خبر رسمي في هذا الباب هذا، ولكن كنقول لكم قريبا، لان كل التركيز دابا على عمليه الهدم وتحضير الوثائق المطلوبه لعمليه الهدم للدفعه الاولى في اقرب وقت ان شاء الله، باش تتم العمليه حتى النهايه. تقريبا 800 براكه او 800 وشي حاجه. نقطه اخرى هو امتى غادي يوجدوا الشقاق اللي كيسولوا الناس، امتى غيوجدوا الشقاق اللي في الشطر الثاني ديال البساتين جوج ديال ميموزا؟ فكنظن من هنا لشهر 11 12 غيبدا التسليم ديالهم، شهر 11 12 غيبدا التسليم ديالهم. كيفاش دايرين من الداخل؟ واش فيهم السنسور؟ ما فيش، كنظن ما فيش سنسور. حاجه اخرى، شنو الميزه ديالهم؟ بزاف د الحوايج غنحاولوا نقربوكم ما امكن من قلب المشروع في القريب العاجل. الطلب ديالنا منكم هو البارطاج ديال الفيديو، البارطاج ثم البارطاج، والله يفرجها يا ربي، الله يفرجها على الدراوش. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.